السلام عليكم كفيدات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده، وتكونوا دوزتوا هذه الايام بخير وعلى خير ان شاء الله. ولكنتي اول مره تهدي القناه ديال الملكه زايري، ما عليك الا تشتركي في القناه باش يوصلك دائما الجديد ديالي، وما تنسينيش من لي لايك اللي كيشجعوني وهما باش كنزيد نبارطاجي معكم كثر وكثر وكثر. كما عودتكم البنات انني كل كوموند كنبارطاجي معكم من شين، والا كنبارطاجي معكم شي حاجه اللي انا فريمون كنكون جربتها وكنكون راضيه عليها 100%. اول حاجه غادي نبارطاجيها معكم اللي انا جربته، اللي هو هاد البرايمر ديال شيغلام. صراحه واحد البرايمر اللي زوين بزاف البنات، برايمر اللي خطير. مهم انا عن نفسي جربته خطير. اول حاجه ما كينشفش الوجه، ثاني حاجه ما كيدسمش الوجه، كيسد المسام ولكن ما كيغلقهاش، يعني ما كيزمتهاش باش انها من بعد تفرز الحبوب او لا شي حاجه. صراحه انا فاش كنستعملو لاحظت انه البشره ديالي بقات كيف ما هي، عكس لي برايمر اللي كناخذو كيسدو المسام صافي حتى كيبلوكيوهم، ما المسام ما كتبقاش تتنفس، يعني كتولي تفرز لك الحبوب وداكشي. هاد البرايمر هذا انا كنصحكم به، خذوه راه داير غير 59 درهم، راه ما غاليش في شين، راه ما غاليش بزاف، سميتو شيغلام. كنصحكم به صراحه زوين بزاف. اللي بغات اللين ديال هاد البرايمر هذا تخلي لي ميساج كومونتير وانا غادي نلوح ليها اللين ديالو. لا كوموند باش ما نطولش عليكم، لا كوموند اللي توصلت بها اللي هي هذه، سمحوا لي كنضغط الهضره، اللي توصلت بها هي دي. انا ديجا فتحتها وقلبتها، علاش؟ حيت دابا راكم عارفين لي كوموند ديال العيد هما اللي بداو كيوصلوا. انا على فكره كل نهار غادي نبارطاجي معكم كوموند اللي غنتوصل به انا، حيت تقريبا شوف الميكا كيفاش وصلتني، اصلا وصلتني مقطعه على قبل هكا قلبتها، اذا تكون طاحت شي حاجه شي حاجه في الزنقه ولا شي حاجه. بالنسبه كل نهار غادي نبارطاجي معكم كوموند اللي غنتوصل به ديال العيد للناس اللي غادي يوصلهم للعيد ان شاء الله. اول حاجه غادي نبارطاجيها معكم اللي وهي هاد الاداه ديال المساج او الديرمولوج ولا ما عرف بحال كيشنو تيقولوا لها. مهم كاينه هذه ومعاها هذه، صراحه زوينين بزاف، انا شفتهم مباشره زوينين بزاف. الثمن ديالهم حتى هما ما غاليينش. ها هما حويجات العيد البنات، يلا 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 حويجات العيد. اول حاجه كاينه عندنا هاد السيرفات، هذه شوفوا معايا ديال العسكر، التوب ديالها زوين بعدا فن غزال. بالنسبه تسولوني هاد لاطاي شنو هي، انا خليوني نقلب ليكم، وقيل هنا 4 سنين اولا 5 سنين مول هاد السيرفات. هاد الوليد كيلبسوا 4 سنين اولا 5 سنين، انا غادي نشوف ليكم. هادي البنات 5 سنين، 5 إكغيك، هادي 5 سنين البنات، هادي لاطاي 5 سنين البنات، هادي شوفوا انا كنوريها ليكم. وحتى السروال ديالها زوين بزاف، السروال ديالها توب ماشي دجين، شوفوا معايا توب ماشي دجين هاد البنات، وفيه هاد التريك من هنا يعني لاستيك، ما كلشي هنا البنات غير حوايج ديال العيد. كاين عندنا هاد التيشورته هادي، وينه 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 كسيبه ولا تيشورته، هادي البنات ديال عامين، بنيتها عندها عامين، راه جوج إكغيك، شوفوا معايا هنا جوج إكغيك، بنيتها عندها عامين، تاهي التوب ديالها زوين. كاينة عندي هاد السيوة لي هي هادي، من فيها تريكو كيما كتشوفو معايا هنا، هاد تريكو كيفاش داير، ومعاه الصاية ديالو، ومعاه هاد السميطة هادي لي كتلصق في الصاية، والتريكو كيجي لداخل البنات هاكا كما كتشوفوا معايا. شتي لبسه كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف. كاين عندنا هاد اللبسه هادي اخرى، هادي فنه غزاله، كاين فيها التريكو، او مامي هادشي زوين بزاف يا اختي بزاف. هادي 68 بالنسبه لبنيتها، كتلبس 8 لاطاي 68، شوف السريويل وينك وينك. يلا اللي عندهم البنيتات صغارين. ومعاها هاد السميطه هادي، هاد السميطه كتلصق في السروال، جو بونس كتلصق في السروال، وكيتخشى هاد التريكو لداخل، صراحه لبسه زوينه. كاينه عندنا لبسه اخرى اللي هي هادي، هانتوما شوفوا معايا اللي هي هادي ديال وليد،
هذه نقول لكم هذه الولد كي ما بين 11 عام حتى 12 عام يقدر يلبسها الوليد. فيها تيشورت توب ديالها الزوينه البنات ومعها السروال سيرفيت نصكم. هذه سيرفيت نصكم شو السروال، والسروال فيه هاد مجموع من هنايا ماشي مطلوع. التوب ديالها زوين حتى هو. ايه هنا باقي لنا شي حوايج قلالين غادي نبارطاجيهم معكم. اول حاجه عندنا هنا الديدرات، كانوا هادي كانوا في لي فونت فار اختي نضادر ما انا نديرهم نشوفو تيو بحال ما عرفتش نقول لكم نخلي لكم نتوما التعليقات المره. كيشوف هاد البوشيطه زوينه، هاد البوشيط كتبروتيجي باش ميتهرسو مو والو. كاين عندي نضادر اخرين اللي هما هادو نضادر كحلين، شوفوا معايا او هادو زاز، هادو مهم هادو يقدروا يجوا معايا مهم شويه. لا لا هما ما جاوش معايا. شي وحده بلا احراج جا هما ما جاوش معايا. مي يقدروا يجوا مع وحدين اخرين، الناس اللي خداوهم يقدروا يجوا معاهم صراحه. انا غير تيستيتهم دابا وصافي هما ماشي ديالي. كاينين عندي هاد لي بوند كيجيو ثلاثه، فيهم ثلاثه الانواع، فيهم هادو فيهم بحال وريضه، وكاينين هاد الثانيين فيهم بحال هاد العود، وكاين هاد الثالثه فيهم فريزه لي فخوي هنا فريزه دلاحه. ايوا المهم باقي لي ارتيكل واحد اخر اللي هما هاد لي ستيكات هادو. هادو بوحديتهم والاخرين بوحديتهم، الاخرين كيتباكيه كتجي فيها ثلاثه، وهذه باكيه وحده كتجي بوحديتها حتى هي فيها لي ما فيهاش لي فخوي. حتى هي فيها لي فخوي فيها المونك فيها المهم الكيك كي فيها كلشي. وهنا البنات غادي نكون سالي لا كوموند ديالي، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع منتوجات جديده ديال شي ان. تسناوني غدا غادي ينزل فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش البارطاج 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 ديال لا فيديو باش يوصل لكم الجديد ان شاء الله. وهكا تكونوا دعمتوني. السلام عليكم.